اهلا وسهلا بيك مره تانية. الكابتن حسين السيد له خبرات كبيره سواء كلاعب الكل يعرفه، سواء كاداري في الزمالك في فتره اللجنه اللي ادارها الكابتن حسين لبيب. لكن ماذا عن رامي نصوحي؟ الناس ممكن تقول ايه انت عن نفسك وانت بتعرف جمهور الزمالك او اعضاء الجمعيه العموميه بنفسك؟ بس يعني انا لعبت في قطاع الناشئين وانا صغير، بس للاسف ما كملتش لان الاصابات. اصابات جالي صليبي؟ جالي 2 رباط صليبي، فوالدي قال لي بقى خلاص ركز في المذاكره وكده، فركزت في المذاكره. تخرجت من اكاديميه بحريه، تمام، الحمد لله، دخلت في مجال التجاره وعندي شركتي الخاصه في مجال الرخام. تمام، مجال الرخام. الرخام، تمام. انا لما جيت افكر انزل الانتخابات كنت حابب الاول اشوف الناس اللي انا هنزل معاهم انا هستفاد منهم وهيفيدوني ولا لا. حتى اول ما قابل الكابتن حسين قال لي اوعى تكون فاكر ان انت تحت السن فانت مش هيبقى ليك ملف. انت هيبقى ليك ملف. ايوه، وهي دي مست القايمه الصراحه. حصل ازاي اصلا اللقاء ده؟ ازاي بقى في تواصل ما بينك وما بين رئيس القائمه؟ هو انا علاقتي كويسه قويه بكابتن هشام نصر. مظبوط. وانا عرفت طبعا كابتن حسين هو الكابتن هشام نصر هو الاسم اللي قلت لكم ان انا يوم ما التقيت برامي كان لاول مره كان في وجود الكابتن هشام نصر لما كان ضيفنا. ده الكابتن هشام نصر ده النموذج بتاعي يعني. انا نفسي امشي على خطاه واوصل زي ما هو وصل كده في قصه الاداره. فكابتن حسين لما قعدنا مع بعض كان هو مركز قوي على تحت السن، هو عايز يخلق كوادر لنادي الزمالك. تمام. لان اخر فتره الكوادر انت عارف كان عندنا قليله شويه في النادي، فكان مركز قوي على تحت السن. تمام. ومركز ان هو هيديهم ملفات، واوريدي وزع ملفات فعلا. فمع القايمه كلها يعني. تمام. كل واحد في القايمه هيبقى من اكبر واحد لاصغر واحد ليه ملف. ايه ملفك؟ أنا هبقى مسؤول عنه. أنا هبقى مسؤول من واحد من الناس اللي هبقى مسؤول عن الملف الاجتماعي في النادي. تمام. وفي ملف تاني برضو ده يخص جمهور نادي الزمالك. في طلبات للجمهور، احنا قعدنا مع الجمهور في النادي. كان طالبين كذا طلب، فكابتن حسين برضو وكلني بالملف بتاع الجمهور. ممتاز، هتكلم معاك عن ملف الجمهور ده وايه اللي ممكن تقدمه إذا أصبحت عضوا في مجلس إدارة، لكن هروح للكابتن حسين. يبقى دايما ملف الكوره هو الملف الاكثر اهميه في نظر الكل وانت بتتكلم عن نادي الزمالك، والكابتن حسين احد المسؤولين عن الملف ده. ازاي باصص لتطوير الملف ده في ظل اللي عاشه الزمالك في السنوات اللي فاتت اذا اصبحت عضوا، كابتن حسين؟ استسمحك، انا اسف يعني، ممكن اضيف بس كلمتين عشان الموضوع الشباب اللي هم تحت السن. بعد اذنك يعني. طبعا. أنا بسميهم الناشئين بمصطلح الكورة تحت السن. مفهوم. التلاتة اللي معانا في تحت السن رامي نصوحي ونيرة وأحمد حسنين. أيوه. من سن أحمد ابني اللي هو تحت 35 سنة. تمام. الجيل ده هاني سابقنا بكتير. اللباقة موجودة، الثقة بالنفس موجودة، تقدر تعتمد عليهم، تقدر تحملهم مسؤوليات لدرجة إن إحنا كقايمة بقى. احنا في كلنا هم اصغر ثلاثة عندنا، على فكرة في عندنا برضو محمد طارق ده فوق السن بست شهور بس يعني هو كان المفروض من الاربعة دول بنكلفهم بحاجات وهم اللي بيعملوا هلنا احنا يعني. تمام. المفروض حاجات مهمة جدا داخل وخارج النادي هم اللي بيقوموا بيها. دي حاجة يعني بص همثلها لك كده بجملتين يمكن الكابتن حسين لبيب لخصهم في وصفه للثلاثة الشباب. احنا لما كنا في سنهم ما كناش بالحلاوة دي. Yeah. بمنتهى الامان. يعني انا لما كنت تحت 35 سنه ما كنتش كده. ايوه، بامان. ايه الحلو في رامي اللي ترى انه هيخليه اضافه اذا اصبح عضوا في مجلس الاداره؟ الحاجه الكويسه اللي هو لسه ملمح ليها دلوقتي ان نادي الزمالك من ساعه ما انا بطلت كوره بنموت عشان نعمل كوادر يا هاني. أيوة. انت متخيل ان نادي الزمالك كل ما باجي ادور على حد كادر في اي لعبه في اي نشاط سواء اجتماعي او رياضي او كلام، ما تلاقيش حد تقول الولد ده ينفع يبقى مجلس عضو مجلس اداره، ده ينفع عضو مجلس اداره، بس تاخده وهو صغير كده وتحطه بقى ايه، تحطه على اول شريط القطر عشان تبتدي تاخد منه بعدين.